سلامة الرئيس، أيها الحضور الكريم، يعقد هذا المؤتمر تحت Mr. President, distinguished audience, distinguished guests, this conference is held under the theme Mediterranean Dialogues. And we must recognize that the dialogue has become a pressing need, and that is. لذلك اخترت لكلمتي موضوع الإرهاب أسبابه الحقيقية وسبل المعالجة. إن الإرهاب من حيث هو عنف ممنهج تقوم به مجموعات مسلحة لتغيير واقع أو فرض معادلات جديدة. غالبا ما تكون أسوأ من الموجود، ليس مستحدثا وقد عرفه العالم في مختلف الحقبات وبأوجه متعددة. ولعل الإرهاب الذي يضرب عالمنا اليوم هو أكثرها خطورة لأنه أوسعها انتشارا وأحدثها سلاحا. فكيف نشأ وكيف تطور وكيف توسع حتى طاول تهديده كل دول العالم؟ في العام 1979 دخل السوفييت إلى أفغانستان، فدعمت الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع بعض الدول العربية والإسلامية قيام مقاومة مضادة مرتكزها الدين الإسلامي، من منطلق أن المعتقدات في الدين الإسلامي تتناقض مع الشيوعية والفكر الأحادي وتشكل سدا منيعا في وجه امتدادها. ولكن الأمريكيين كانوا يجهلون أن الإسلام وإن يكن ضد العقيدة المادية الشيوعية، لكنه ليس فكرا غربيا وله شخصيته المختلفة عن الاثنين معا. ومع الوقت تحول المجاهدون الأفغان الذين دعموا بالمال والسلاح إلى تنظيم إرهابي انحرف بمفهوم الجهاد ليستقطب الشباب المسلم من كل أنحاء العالم. فولدت منظمة القاعدة، القاعدة نفسها التي نفذت في العام 2001 اعتداءات 11 أيلول في نيويورك. انقلبت آلة الإرهاب على صانعها، وفي المقابل قرر الصانع تدمير آلته، وبدأ الزلزال الأمريكي يعصف. حرب جديدة في أفغانستان أولا، ما لبثت أن انتقلت إلى العراق، وفي البلدان خلفت الكثير من الدمار والموت والكراهية. ومع الضغط العسكري المتواصل على القاعدة تفككت لتتفرع عنها تيارات عقائدية مختلفة وتنظيمات إرهابية جديدة ومتعددة أخذت تنمو وتتمدد. في عام 2005 ظهر أبو صعب الزرقاوي في العراق مكفرا الشيعة، والتكفير في مفهوم الأصوليين المتطرفين يعني وجوب القتال والقتل. وتوالت المشاهد الإجرامية الإرهابية متخذة طابعا طائفيا ومذهبيا، وبدا واضحا المخطط الذي يرسم للمنطقة، وأقول واضحا لمن كان يريد الرؤية. إرهاب جديد يصنع وساحات جديدة تعد للتدمير. وبدأ التنظير لمفهوم الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة والربيع العربي، وبدأت معه الدول العربية تشتعل من تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى سوريا، وكذلك بعض الدول الأفريقية. فخامة الرئيس، أيها الحضور الكريم، لقد رفعت الصوت مرارا وتكرارا محذرا من الانجرار في الحرب السنية الشيعية وما يمكن أن تجره على منطقتنا من ويلات. وأبلغت سفراء الدول الغربية، وكل من
من زارني من سياسيين غربيين به بأن ما يعد للمشرق إذا ما قيد له النجاح لن تقتصر أضراره علينا، بل ستكون له انعكاسات كبرى في أوروبا، ولن تكون هناك من حدود فاصلة، فالمتوسط يجمعنا. ولكن المخطط كان أقوى من أي تحذير، وها هو شرقنا كله يعاني عبء التداعيات، وها هو الإرهاب يتنقل من دولة إلى أخرى في أوروبا. كذلك حذرت مرارا وتكرارا منذ التسعينات من تنامي الأصولية التكفيرية وخطورة مخططاتها على لبنان والمنطقة، على أوروبا، فلبنان على خط التماس بين أوروبا والمشرق، وأي خسارة هنا لن تكون من دون انعكاسات هناك. لهذا وجهت في العام 89 رسالة إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران، لفت فيها إلى أن المواجهة بين الغرب والتكفيريين متطرفين ستكون من دون شك إحدى أهم المسائل عند نهاية هذا القرن، وأن لبنان الذي يحاولون ضربه هو أرض يشكل فيها الحوار الإسلامي المسيحي ثقافة جوهرية وأسلوب حياة طالما تميزنا بهما عن باقي العالم. وفي مقابلة مع صحيفة خليجية في العام 94 حذرت من أن الأصوليون يشكلون في المقام الأول تهديدا للإسلام، وأنهم سيصلون إلى السلطة في الدول الإسلامية وسيفشلون. وكررت رفع صوت التحذير مجددا عندما كنت في المنفى عبر رسالة إلى حكام العالم في العام 1995، وكانت بعض الحوادث الإرهابية قد بدأت تطل برأسها من البوسنة والجزائر وحتى باريس، وقلت يوم ذاك إنها إشارات تنذر بصراعات مهددة لغدنا تعجز عن تداركها الروادع النووية والحروب التقليدية، وإن لا أحدا بمنأى عن العنف الذي يولده انفجار المشاعر العرقية والأصولية، وأن تلك الجرائم التي تغذت في مختبرات الواقعية السياسية ستنقل العدوى إلى أولئك الذين تركوها تنمو. ولكن لم تلق تحذيراتنا أذانا صاغية، لأن أحدا لم يرد الإصغاء، فإن كان المتضررون من الإرهاب كثرا فإن المستفيدين منه كثر أيضا، ولا إرهاب يكبر ويتمدد ويقوى من دون دول راعية. عوامل عدة تتضافر وتمهد طريق لنشوء الإرهاب، أولها نظام تعسفي بديمقراطية مزيفة أو ديكتاتورية معلنة لا يجد فيه المواطن فسحة للتعبير أو إمكانية لتغيير السلطة بالطرق الديمقراطية، معطوفا على الفقر والحاجة والجهل. ثم فكر متطرف وتعصب يحرك الغرائز ويقتل العقل ويشل المنطقة ويقدم الحلول الوهمية فيسهل التطويع. ثم دولة أو دول تستغل كل هذا فتمول وتدعم وتستولد إرهابا جديدا بمسمى جديد وتستخدمه لتحقيق مصالحها عبر ضرب دول أخرى باقتصادها، بأمنها، باستقرارها، غير آبهة بالعذابات التي قد تسببها لشعوبها. هذه هي المعادلة النموذجية لقيام التنظيمات الإرهابية، ولكن المعادلة إياها تقول أن آلات الدمار تلك قد تخرج عن السيطرة وتبدأ بالضرب خط عشواء، وهذا ما حصل بالضبط مع الإرهاب الحالي، فقد بدا نشاطه الإجرامي في بعض الدول العربية التي عصفت بها ما سمي بالربيع، ولكنه ما لبث أن توسع وامتد ليضرب أوروبا في عمقها، فأصاب مما أصاب باريس ولندن وبروكسل ومدريد،
ونيس ومنيخ وكذلك الولايات المتحدة وسواها. واليوم الخطر متنقل والتهديد جدي بين خلايا نائمة وذئاب متوحدة، ولا أحد يعرف كيف يمكن أن يضرب أو أين، ولا إلى أين يمكن أن يصل أو كيف سينتهي. أيها الحضور الكريم، فخامة الرئيس، كي لا يبقى العالم فريسة التطرف القاتل، لا بد من وضع أسس لمعالجة مزدوجة آنية تقضي على الواقع الحالي وجذرية تمنع تكرار قيامه مستقبلا. وإذا كانت المعالجة الآنية تقضي بصد الإرهاب عسكريا وردعه بالقوة وتجفيف المنابع المالية التي تغذيه ومنع رفده بعناصر جديدة، فإن المعالجة الجذرية هي الأهم، لأنها تمنع قيامه من جديد من خلال القضاء على مسوغات وجوده الإيديولوجي. أن الفكر الإرهابي هو فكر شمولي يناقض حق الاختلاف ويبيح قتل الآخر المختلف، لا بل يدعو لذلك وينفذ. من هنا فإن تطوير القيم الديمقراطية التي تحترم حق الإنسان بالاختلاف وحرية المعتقد والتعبير والرأي وتحترم فرادته الدينية والعرقية والإثنية وتسمح له بعيشه هو وحده القادر على المواجهة الفكرية مع إيديولوجية الإرهاب. ومما لا شك فيه أن تحديث التعليم والتربية على القيم الديمقراطية بالإضافة إلى الإنماء ومحاربة الفقر وخلق فرص العمل وتحرير المرأة تواكب مجتمعة عملية الانتقال المتدرج للدول من الأنظمة المتخلفة التي تشكل البيئات الملائمة لنمو الإرهاب والتطرف نحو الديمقراطية الكاملة وقبول الفوارق بين البشر. وفي السياق وما دمنا في مؤتمر حوارات المتوسط، فإنني أرى أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط التي تتوسط القارات الثلاث البيضاء والسمراء والسوداء تجمع بين ثقافات كل الديانات السماوية وتكتنز إرثا سخيا من ثقافات وحضارات ولغات شعوب العالمين القديم والحديث، وهذا ما يجعلها مؤهلة لتكون موئلا للحوار المشترك ما بين هذه الثقافات والأديان.